هو انطباع عن المعرض انه يعني السنه دي هو مش زي كل سنه، هو في الحجم وفي التواجد بالنسبه للشركات اقل شويه، ويمكن ده كان بسبب الازمات اللي تعرضنا ليها خلال السنتين اللي فاتوا بسبب الظروف الاقتصاديه اللي العالم كله مر بيها، مش بس وبالتالي كل الصناعات وخاصه صناعه التواجد لانها صناعه حساسه وسريعه التاثر بالمتغيرات الاقتصاديه. انطباعي عن الماركت يعني او السوق في الفتره الاخيره ان فعلا زي ما حضرتك قلت احنا بدانا في الحمد لله شهرين كده او اكثر نلاحظ ان في تعافي للصناعه، بدا يبقى في اقبال كويس من المربين الملحوظ على الدخول في عمليه الانتاج مره اخرى بشكل متدرج طبعا، يعني احنا لسه بعيد قوي عن الجنون الاصلي او الحجم الاصلي الاساسي اللي احنا كنا فيه قبل، يعني وجود هذه المشكلات قبل كانت كورونا وبعد كده المشكلات العالميه وجود الازمه ما بين روسيا واوكرانيا اثروا بشكل واضح على الصناعه، لكن الحمد لله هو دايما بيقول صناعه الدواجن صناعه عملاقه عملاقه وسريعه والتعافي السريع وتمر بولاد تمام صحيح. فنأمل انه خلال السنه اذا الظروف يعني بدات تحصل تدريج ظروف اقتصاديه بدات تحصل في التدريج كما نتمنى ان الصناعه تعود الى كامل دقتها خلال السنه ان شاء الله باذن الله تعالى. لكن ايه راي حضرتك في حجم مشاركه الشركات السنه دي في المعرض؟ مش شايف ان مفيش شركات كتيره قوي، يا ترى بترجع ده لايه؟ ما انا ذكرت حضرتك في البدايه انه حجم العارضين هذا العام اقل بنسبه 50% او اكثر عن الاعوام السابقه نتيجه تداعيات الازمه الاقتصاديه واثرها الكبير على صناعه الدواجن. صحيح. فكثير من الشركات تعرض ل يعني فرصه كبيره ومن امراض الشركات يعني اشرفت على التوقف او توقفت بالفعل، لكن بنتمنى ان الجميع يستعيد قوته، واعتقد انه الاستمراريه ومداومه الحرص على التواجد ممكن يدي لك الفرصه انك تعوض اي يعني جروبات تحدث في نتيجه سبب او اخر. وده حصل كتير مع شركات كتير يعني شغلتنا اب اند داون باستمرار، لكن كل الناس البروفيشنال اللي هم عندهم خبرات كبيره و عندهم تاريخ طويل في هذه الصناعه عارفين انه بعد فتره يقدر يتعافى اذا السوق تعافى هو يتوازى مع او يتماشى مع تحسن الظروف الاقتصاديه ويتعافى ويستكمل مسيرته يعني في اداء رسالته الانتاجيه. يعني شركاتكم طبعا شركه عملاقه قدرت تتعامل مع ظروف ندره العلف وندره الدولار في الفترة الماضية من خلال المخزون الموجود عند الشركة من الخامات الأعلاف. دي حقيقة، والسوق هو اللي يشهد، أنا ما أقدرش أشهد لنفسي. السوق يعني الانطباعات والفيدباك اللي من السوق خلال السنوات الأخيرة مشيت صالحي الحمد لله، استطاعت إن هي تواجه الأزمات دي بشكل قوي وبصلابة. أصبح مشهود لها إنها من الشركات اللي لم ينقص عنها منتج، عندها منتج من المنتجات الا يعني لفترات بسيطه او قليله ما بين يعني شحنه واخرى او ما بين وصول منتج واخر لفترات قصيره جدا، ولكن طول العوامل اللي فيهم بشكل سواء ايام كورونا او الازمه الحاليه الحمد لله شفت صافي كانت من الشركات اللي سوق الشحنه اللي قلنا اثبت وجوده واثبت قوته، بل بالعكس مش عايز اقول لك ان احنا في خلال الفتره دي يعني حولنا المهنه لمنحه وتواجدنا بشكل اكثر وبشكل مكثف، دي كانت ظاهره ملموسه الحمد لله في السوق المصري، بل ان احنا هذه الفتره تمددنا للسعوديه ولدول الخليج بشكل عام، اصبح لنا هناك شركات ومقرات، بدأنا فعلا الإنتاج في البعض منها والآخر هنبدأ فيه. مش زي ما البعض متصور ده هروب من مواجهة المشكلات في الواجهة الاقتصادية، الواجهة
مصر فقط حاليا، ولكن لا رغبه في التوسع في السوق الخليجي لان السوق واحد، وفي الاول وفي الاخر ده اضافه للاقتصاد المصري. صحيح. يعني الاستثمار بره على عكس ما يظن البعض انه هو انتقاصي من الاستثمار، لا احنا بنستثمر كل مناطق كل بيتنا، ولكن تعدينا الاستثمار في الخارج إضافة للاقتصاد المصري، لأن أي عائد في الخارج في الآخر هو داخل عملة صعبة، عملة صعبة للاقتصاد المصري. صحيح. أنتم ما شاء الله عندكم تنوع هائل في الإضافات الغذائية والبرمكسات والإنزيمات وكل إضافات الأعلاف وكل ما يخص تغذية الدواجن والأسماك والروميننتس اللارج أنيمالز، فكنا عايزين ناخد فكرة برضو عن المنتجات وخصوصا المنتجات الجديدة واللي ثابتة نفسها في السوق. شوف احنا حضرتك احنا في السوق اتفقنا السنه دي من 40 سنه على انشاء شركه الصرف من سنه 1983. ما شاء الله. السنه دي 2023 40 سنه بنحتفل بمرور 40 سنه طبعا على تواجدنا في السوق المصري. الحمد لله طوال هذه الفتره اسمنا كويس، تاريخنا كويس، الكريديبيلتي بتاعنا او يعني المصداقيه بتاعنا تجاه عملائنا وتجاه موردينا كانت في اعلى مستوياتها. ده اللي خلانا واقفين على رجلينا وبنستمر. احنا في مسيره العمل المهنيه ديت اشتغلنا في كل السيكتورز اللي هي او القطاعات اللي تخص سواء الدجاجه والثروه الحيوانيه. اشتغلنا في الاول خالص اشتغلنا في تجاره الادويه، تجاره الاعلاف الجاهزه. بدانا في الاستيراد من سنه 94 تقريبا، استيراد الذره قسم فول الصويا وغيرها. في سنه 2000 دخلنا في الانتاج، دخلنا في التربيه ودخلنا الامهات والتسمين والبياض ومعامل التفريخ والى اخره. مؤخرا دخلنا في المكملات الغذائيه او الكوموديتيز اللي هي مكونات مدخلات الاعلاف والاضافات اللي هي تشمل كل التكنولوجيا اللي خاصه مضادات السموم، الانزيمات، رفعات المناعه، بروبيوتكس زي ما حضرتك قلت، الجروس بروموترز اللي هي مضادات النمو. كل يعني الحمد لله احنا بنفخر بان كل حلقات الصناعه الان بنعتبرها من الشركات اللي هي وان ستوب شوب. ارفع السماعه على شيك صرفي واطلب مواد مختلفه تصنيف مختلفة التنوع، سواء مكملات غذائية، سواء مدخلات إنتاج أساسية، ذرة، صويا، جلوتين، كالسيوم فوسفيت، كالسيوم فوسفيت، الأمينو أسيد كلها اللي هي المسولين، اللايسين، السيولين، الفانيل، المواد الأمينية كلها، منشطات النمو المتنوعة، مضادات الأحسدة والسموم بتنوعها. عندنا فرايتس كثيرة والحمد لله بنحاول ان احنا رغم كسر عدد هذه المنتجات اللي تفوق ال 200 منتج ما شاء الله، الا ان احنا عندنا الحمد لله فريق عمل قوي ومنتشر في السوق المصري كله. واحنا مؤخرا عملنا يعني سبيشاليزيشن او تخصيص في السيكتورز او القطاعات المختلفه للشركه، وبالتالي بدل ما كنا بنشتغل من خلال شركه واحده لاصناف محدده، احنا دلوقتي بقى عندنا في السوق المصري اربع شركات: شركه صالحي لاستيراد التجاره، شركه صالحي لتصنيع الاحلاف، ميجا تريد للتجاره الدوليه، هورايزون دي شركه اماراتيه متخصصه في بروكر عالمي. يعني احنا داخلين علشان نبقى حلقه وصل ما بين البروديوسر اللي هم المنتجين الكبار حول العالم كله، علشان نوفر خدمه الاستيراد بالاضافه لخدمه البيع في السوق المحلي. احنا دلوقتي عندنا خدمه الاستيراد للشركات المعنيه للاستيراد اللي هي محتاجه مكان واحد تلاقي فيه معظم المنتجات بتاعتها وبسعر منافس يكاد يكون اقل من سعر البروديوسر نفسه او المنتجين نفسهم في بعض الاحيان. الحمد لله قطاع مشروط في هذا المجال، والعديد من الشركات المصريه ديت يعني تستورد من خلالنا، من خلال شركه رايزن جروب فور جلوبال نيوتريشن اللي هي بقاعها في الامارات، منطقه حره
مش في السوق المصري فقط، ولكن بقى لنا تواجد في السوق الأفريقي وبقى لنا تواجد في سوق الخليج. ما شاء الله، يعني توسع في نطاقات السوق المصري والسوق العربي والسوق الأوروبي أيضا، يعني ما شاء الله، ونتمنى مزيد من النجاح للشركة. طموحات حضرتك في المرحلة القادمة إيه؟ والله طموحاتنا بشكل عام إنه لمصر طبعا بالأول السلام والأمان والتعافي من المشكلات اللي إحنا واجهناها، التحديات اللي إحنا بنواجهها، سواء كانت تحديات اقتصادية أو تحديات سياسية، الحروب حوالينا من جميع الجهات، لكن مصر إن شاء الله آمنة وقادرة بقيادتها الحكيمة إنها تحافظ على الأمن واستقرار هذا الوطن وتنميته بالشكل اللي مصر تتمناه والشكل اللي الدولة السياسية بتصبو إليه. وأتمنى للصناعة بتاعتنا إنها تحصل بكفر سريع، وده بيحصل على فكرة، حصل أزمات كتير قبل كده لهذه الصناعة اتعافت بشكل متسارع، مش تعافي بس، احنا عايزين نتعافى ويحصل مزيد من النمو ونتحول من يعني الاستيراد كثير من الاصناف الى الكفاءة الذاتي، سواء مدخلات انتاج او منتج نهائي، ونتحول الى التصدير. حضرتك ليك مقترحات معينه تحب تنفيذها بالنسبه لمجله عالم الدواجن، باعتبار حضرتك بتشيد بيها وبتواجدها في السوق وتغطيتها للسوق المصري؟ والله انا يعني اتمنى انه يعني، وانا شايف ان في جهد كبير بيبذل في هذه المجالات، تظهر في صوره مقبوله جدا وتلقى استحسان من السوق المصري كله وخاصه السوق بتاعنا يعني. يعني انا شايف المجله تطلع في ابهى صوره، وشايف انها بتغطي كافه الجوانب وكافه الموضوعات، ومعنيه ومهتمه بانها تقدم تبرز النجاحات اللي بتحصل وتبرز يعني بعض المشاكل وحلولها، سواء هذه المشاكل مشاكل عامه او مشاكل فنيه. فالمجله يعني اعتقد اذا صارت على هذا النهج فهي ان شاء الله مستمره، ونتمنى لها مزيد من الانشاد والتواجد في السوق المصري. سعيدين جدا بالشهاده دي اللي بنعتز بيها يا فندم، ساعدنا في هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور محمد الصالحي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصالحي جروب، أحد أقطاب صناعة الدواجن في مصر.